بزوز مراحل يعني يعني اتفاجئنا فيهم. اول حاجه تغرينا من كبراء، شفنا قلنا عندنا جمعيه وكذا كذا، وريتم كبراء تغرينا به كي تعدينا من المرحله هذيك لمرحله كوب دافريك، لقينا ادفرسير اقوى نوع اخر ما لقيناش روحنا خرجنا بيت فيه. المره هذه في الادفرسير معلوم، لكن مش نتعداو من مرحله، المرحله هذه كاليفيكاسيون مش نتعداو كوب دي موند. زاد ما نعيزناش نغلطوا نفس الغلطه اللي غلطنا فيها الغلطه اللي فاتت، لانك كاليبر اخر ادفرسير اخر وما عندكش الحق في الغلط، لانك مش تغلط مش تخرج. ومش كل مره نحن نزيد نمشي ونخرج من التور الاول. الحاجه الاولى، الحاجه الثانيه، عندك برشا نقايص. نقايص اول حاجه في الجارديان كما قال سامي، ما عندناش جارديان. شو الحل؟ استناني عاد، خلينا مش شوي بشوي، انا مش نعد النقايص ومن بعد تنقل لك شنو الحل. لانه مثلا انا واحد من الناس، انا نشوف اللي يتماشى مع ليكيب ناسيونال، اللي اكثر خبره، اللي يرتاح ترتاح له الجوارات، اللي هو سميت اللي هو بن شريفيه. بن شريفيه باهي، بن شريفيه الاقطر، وبعده جي دحمان اللي شفته انا حسب الكاليتي. الثاني حاجه، انت في اللاكس كي نجيو احنا نفصلوا لاكس نقولوا رحنا الغندري راهو بيفو، ومازال كي رجع من جمعيه مطرد مع الكلوب افريكان رجعته للواجهه واعطاته مورال، تهز شوي لعب زوز ماتشوات مشى وهو بيفو، رجعوه في اللاكس لانك ما عندكش في اللاكس. الحاجه الثانيه، ولو انه في بلجيكا يلعب في اللاكس. لحظه، الحاجه الثانيه، انت الطالبي، احنا لعبنا الطالبي، الطالبي خويا راهو ماهوش ولد ليكيب ناسيونال، هو اكتشاف احنا مازلنا كي خذيناه. يعني انت تلعب بلاش اكس. شنو مش ولد ليكيب ناسيونال؟ فهمتكش. اخي وقتاش لعب الطالبي؟ اي ما لعب في منتخبات الشبان الكل. يا ولدي احنا انكومبارابل ما بين الشبان والواحد. اسمع اسمع، فما نقطة مهمة برشا، هو راهو معناتها لاكس سنترال الحقيقي اللي هو مرياح وبرون. مرياح وبرون ما يمشوش مع بعضهم. انا واحد من الناس ما يقتنعش برون. وجاونا مشاكل كبيره ياسر اكثر من مرياح، خاطر الي موان بون ديفونسور. شنو حبيت تقول بخصوص الطالبي؟ ما فهمتكش. الطالبي اكتشاف، انت مازلنا اكتشفنا حاجه باهيه معناها، ولا حاجه باهيه، لان عندك الطالبي، عندك شكون يعوض الطالبي؟ قول لي انت مثلا شكون في بلال عيفة، فما بلال عيفة، برون، فما مرياح مضروبين، ما نساوي الزاج. شوف شوف، احنا تويكا ماشي كوب دي موند. اول حاجه اللي يلزمك انت كاليبر نتاع كوب دي موند الحق، راني انا نحكي انت تو قاعد تلعب في الافريق، وقاعد ما مركيت حتى بونتو، وقاعد تلعب بالديفونس اللي روتور ما نعرفش في اي ماتش، حتى بارتيا ميكال تلعب بالديفونس. نحب نفهم كلامك، الطالبي معناها مش كاليبر كوب دي موند، لازمنا حل اخر معناها شنو؟ نحب نفهم. شوف انا مش نكون واضحين، احنا النقطه دي لازم نركزوا عليها. اول حاجه، انت ما عندكش شاكس وما عندكش ديزافونسون تراتاك، على شنو ماشي انت اللي كاين الكوب يقول قايل ما قبلناش في اقوى تظاهره في الدنيا ماشي لها انت بنقايس كيما هكا مع اقوى جمعيات اللي نحن نتفرجوا فيهم والقدوه نتاعنا، كيفاش بنلعبوا احنا؟ كيفاش تلعب؟ اول حاجه عندك حاجات، شوف هو توا تعرف شنو عمل القادري ما بين الكبير والقادري، حكايه كومينيكاسيون وحكايه التفلسيف، لا التركيب لازمها تلعب، وانا راني نعرف امكانياتي، راني مش نلعب الديفونس. ايجا خويا راك باش تعمل هكا وهكا. انا نعرف، انا نعرف مثلا الكبير عنده اكسي دو كومونيكاسيون، اكسي دو كونسيني، يكثر لك من الكونسين، يكثر لك ليلي، يعمل لك ستريس، يعمل لك بريسيون، ينسيك شنو كنت باش تعمل، ينسيك ليماجيناسيون نتاعك اصلا، يقول لك اعمل هك واعمل هك واعمل هك، انت شنو يا اخي؟ جوار ايماجيناسيون، او جوار ما بين جوار ايماجيناسيون. القادري عارف التراديسيون التونسي، احنا ماهوش القادري، باش نكون واضحين، ماهوش بالكاليتي لونترونور الاسم اللامع اللي نعرفوه اللي كذا في عالم التدريب، لا نسمعوا به لكن ما نعرفوهوش كحقيقه بالعينين، احنا شفناه وعيناه، لكن وقت شفناه تويكا شفنا جوست الكومبليكاسيون، لا التفلسيف، لا حط جوارات لازمهم يلعبوا، الجوارات اللي نقولوا نحن اللي ارتحت لهم الشارع الرياضي والمسؤولين والناس الكل اجمعت اللي يلزموا يلعبوا هذوك. حتى التشكيله هذوك مع شويه شحنه معنويه با بلوس. في الدفاع الغندري الناس الكل وقتها، خاصه بعد ماتش الذهاب، الناس الكل وقتها فرحانه بالغندري. محمد انت شويه بهتني كي انتقدت شويه الخيار هذا. نقول لك علاش الغندري هو شويه قال لك والله في اللي في اللي في اللي في اللي قال لك الغندري ما يرجور ما يرجور، وانا ديما نقولها الشعلاني والعيدوني هم روح ليكيب كل، كان ان شاء الله ربي يبقى عليهم صدر خاطر كان ضربوا هذوك معنا الجمعيه ان شاء الله. الغندري لانه احنا كديفونسور الوحيد اللي اعطانا متنفس في الاتاك في البالا الايريان فقط،
شعنا احنا قعدنا شكون شفناه ما عندناش افون سونتر ما عندناش لطاك لطاك صفر شفنا الغندري يضرب بالراس صحيح. اوه الغندري ويساعد في اللطاك وهو المتنفس الوحيد هو شنو طلع عطاه سوليوشن ولا دو ولا تروا سوليوشن القدام في البايرا ايريان اكاهو شفنا على هذاك شفنا قلنا يقدم حتى كي يرجع روتار ولون والريسك لا ما يلعبش يلعب جوست راك انت تلعب معاه لو نيفو يعني كوب دي موند راك عباد تمشي لك بالديتاي راو يحسبوا لك كل حساب راو يتفرجوا فيك 20 مره راهم يعرفوك يا ما يقراوك يا كذا والكاليتي جوار ما غير احنا نتفرجوا فيهم ونحنا نتمتعوا قاعدين سامي انت فما حاجه ديما تقولها ترشحنا ومن بعد ما ترشحنا احنا نسالك انت السؤال هذايا اليوم بعد ما ترشحنا اليوم شو على شنو لازم نخدموا على شنو لازم نصلحوا باش نتعداو الباليه نتاع الدور الاول في كاس العالم تحب نكلمك حاجه ماش عندنا وقت باش نخدموا لانه السيزون مشتوفه الكوب دو موند سي اون نوفمبر نو الكوب دو موند سي اون نوفمبر حبيت نقول نقطه راهو مهمه واخطر منها ما ثماش شوف وقت عندك شامبيونا خمسة شهور تريف ديفير واكثر من شهرين ونص ما بين الكوب اراب اكثر من شهرين ونص ما بين الكوب اراب والكوب دافريك خمسة واثنين ونص صافي سبعة ونص وزيد نقولوا شهر انطوي بورتو شهر انطوي بورتو معناتها الهدرة هذايا زوج ماتشات تاع الكوب دو موند عندك انت لي كاليتي عنده خاوي ثماش جوشي ما يعرفش يلعب كرة حبيت جوست نقول لك توا نحبه ولا نكرهه محمد واسلام باش نمشيو بالمجموعه هذيا ماهوش مش يطلع من الشامبيونا ناسيونال لاعب كبير باش نحطوه وماهوش مش يطلع معناتها دون ان شامبيونا اترونجي احنا اللي يلعب دون ان شامبيونا اترونجي واللي حقه معناتها انا مش نتاع خمسة دقائق المجربي جو سوي ديزولي المجربي ماهوش نتاع خمسة دقائق ها شفناه في الكوب دافريك فماه السيد ما لقاش روح اسمعني شفته في كوبا راب والقاروح منحبش نحكي في اللي ديتاي مش منحبش يعني الجوار ما يتبدلش لا ومنحبش منحبش نحكي في اللي ديتاي منحبش نحكي شنو اللي صار في التيران وبعد التيران واللاعبين اللي رافضينه شوف منحبش نحكي اليوم اللي حكيت نشم اليوم المجموعة هذية عنا مجموعة متوسطة بصفة غريبة مع نقاط استفهام كبيرة نعاودو نرجعو لها الحارس الديفونس سنترال معناتها صانع الألعاب الهجوم عنا بلان دو بوان دانتيروغاسيون اما باش نغيروا في الخطاب حتى للاعبين وقت تغير في الخطاب وتغير في الخدمة وتغير في التكتيك وكل معناتها ثم